ايه يا حبيبي ساكت ليه؟ هقول ايه؟ قول اي حاجة. هو الاكل مش عاجبك؟ لا كويس. لا بجد لو في حاجة مش عاجبك قولي. خلاص يا مريم قلت كويس. طب انت بتزعق ليه؟ انت مصرة يعني. 100 مرة قلت انا بحب اكل الاكل مستوي كويس، وكمان ما بحبوش ملح خفيف وبحب مية على الاكل. ايه بكلم نفسي؟ طب ما انا عملت كده. انت ما عملتيش اي حاجة من اللي قلت عليها، ومع ذلك انا باكل وحاطط جزمة في بقي وساكت، فما تزنيش بقى. هو انت مفيش اي حاجه فيها عاجباك خالص؟ انت مش فالحه غير في كده، نكد وبس. رايح فين؟ هطفح مع اصحابي ولا كمان عايزاني اموت من الجوع؟ مريم زي بنات كتير، من يوم ما اتجوزت وهي مش عارفه تعمل لجوزها اكل شبه اكل مامته اللي اتعود عليه. الو الو، ايه يا مريم مال صوتك عامل كده ليه؟ هشام اتخانق معايا وساب لي البيت ونزل. اتخانقتوا ليه؟ عشان اكلي مش عاجبه. طبعا، ما انت لو كنت سمعتي كلامي وبطلتي تنامي ووقفتي معايا في المطبخ كان زمانك بتعملي اكل كويس دلوقتي ومفيش مشاكل. يعني هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا ماما؟ يعني عايزاني اطبطب عليكي وانت غلطانه؟ لا يا ماما خلاص، انا اسفه اني كلمتك. بطلي بقى، هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه يعني؟ هترزع مكاني واخرس خالص لغايه ما يجي واعتذر له علشان ما كنتش بقف معاكي في المطبخ وكنت بسيبك وانام. ها كويس كده؟ بطلي بقى شغل العيال ده. انا عيله يا ماما، اعمل ايه في نفسي؟ خلاص لو سمحت يا ماما خلينا نقفل دلوقتي ونتكلم بعدين. باي. كانت اكبر مشكله بين مريم ومامتها من زمان ان طنط ناديه من النوع اللي بينتقد كتير قوي، بس دي كانت اخر حاجه محتاجاها مريم دلوقتي. ما تزعليش روح. بصي انا مش هروح النهارده غير لما يرجع الولد ده، لازم اعرف ازاي يزعلك بالطريقه دي. حد يزعل القمر بتاعتنا دي؟ ده انا هملص لك ودانه. انا مش زعلانه عشان نفسي، انا زعلانه عشان مش بعرف اعمله الحاجات اللي بيحبها. يا حبيبه قلبي ما تزعليش نفسك، الولد ده والله ما يستهلكيش. والله يا طنط انا بحاول. بصي بقى يا حبيبتي، انا عايزه افهمك حاجه، المشكله مش في ان كل الولاد زي بعض، لا، المشكلة إن كل واحد فيهم متعود على حاجات معينة في بيت أهله ومعتقد إن هي دي أحسن حاجة في الدنيا. يعني أنا أكلي مش وحش؟ طبعاً يا حبيبتي أكلك زي الفل، بس المشكلة إن هو مش زي الأكل اللي هو متعود عليه، وطبعاً دي مش مشكلتك أنتي لوحدك، دي مشكلة كل العرسان الجداد. طب أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عايزة هشام يزعل وينزل ويسيبني كده. يا حبيبة قلبي ما تعمليش حاجة خالص، سيبيني أنا وأنا هعمل كل حاجة، أنا هعلمك كل الحاجات اللي هشام بيحبها، وبرضو الولد ده أنا لازم أشد عليه شوية، أنا بيني دلعته لغاية لما أخلاقه باظت، لدرجة إن هو بقى كل حاجة كده متدلع فيها. لا ما ينفعش الكلام ده، لازم يتعلم يصبر عليكي شوية. أوكي؟ هتزعلي بقى لو علمتك؟ أنتِ بتقولي إيه يا طنط؟ لا طبعًا أنا بحبك أوي. وأنا كمان يا حبيبتي بحبك أوي.